أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. أثار تقرير لرويترز عن عرض سعودي للحوثيين بإجلاء أو إيجاد منطقة عازلة على الحدود اليمنية السعودية مقابل قبول السعودية بوقف إطلاق النار، أثار الكثير من التساؤلات ابتداء عن حقيقة هذا العرض أولا، وثانيا أيضا عن حقيقة الدوافع السعودية له إن كان حقيقيا، وثالثا عما إذا كان الحوثيون أو كان سيقبلون بهذا العرض السعودي لإيجاد منطقة عازلة مقابل وقف إطلاق النار. لكن محمد علي الحوثي وهو قيادي لدى الحوثيين معروف نفى في صفحته في تويتر أن يكون هذا الخبر حقيقي، وقال أن مصدره فرع الوكالة في الإمارات، وأنه ربما يهدف لإرباك السعودية من قبل حليفتها الإمارات وإن لم يسمي ذلك. نتابع هذا التقرير ثم نعود للاستديو مع الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث المعروف أو المحلل السياسي المعروف معي في الاستديو، وأيضا سيكون معنا دكتور محمد آل زلفة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. نذهب إلى متابعة التقرير ثم نعود. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن السعودية أبلغت ميليشيا الحوثي في محادثات رفيعة المستوى جرت بينهما بسعي المملكة إلى إقامة منطقة عازلة مع اليمن مقابل قبولها بإعلان وقف لإطلاق النار، إلا أن القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي نفى هذه المعلومات وقال إنها تسريب من أحد الحلفاء يقصد الإمارات لإرباك حليفه الآخر يقصد السعودية. وكتب الحوثي على صفحته في تويتر تسريب رويترز بشأن مناطق فاصلة بين الجمهورية اليمنية والمملكة السعودية اعتمد على مكتبها في الإمارات، ومكتبها بث أخبارا غير صحيحة قد تكون خدمة لفصائل تتبع الإمارات للضغط النفسي على آخرين من فصائل الحكومة الشرعية. وأضاف مع احتدام المعركة على رويترز أن تحافظ على مصداقيتها فهذه الأخبار لا تمت إلى المهنية. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 3 مصادر حسب تقرير نشرته أمس بأن السعودية أبلغت الحوثيين خلال محادثات رفيعة المستوى بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى اليمن إذا وافقت الجماعة المتحالفة مع إيران على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون أكبر انفراجة في الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن منذ بدء النزاع في عام 2014، لكن المصادر قالت لرويترز أن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء قد يكونون أقل استعدادا للتعاون مع السعودية في هذا الأمر، وأنهم قد يماطلون حتى استكمال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته لفترته في يناير القادم لتجنب تهديدات من قبل إدارته لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. وكانت مجلة الفروين بوليسي قد قالت إن إدارة الرئيس ترامب تفكر في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قبل يناير قبل انتقال الإدارة للرئيس بايدن. ونقلت المجلة الأمريكية أيضا أن المبعوث الأممي مارتن جريفث نشد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعدم إدراج الحوثيين في القائمة السوداء للجماعات الإرهابية خوفا من تأثير هذا التصنيف على استجابة الحوثيين في تواصله معهم لأجل الإعلان المشترك لوقف النار والعودة لاستئناف الحوار لأجل الحل السياسي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب في الاستوديو بالأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي المعروف، وأيضا نتمنى أن ينضم معنا دكتور محمد آل زلفة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي أيضا المعروف. أستاذ ياسين، ابتداء هل تجد أن هذا العرض حقيقي، منطقة عازلة المقابل وقف إطلاق النار، خاصة أنه أيضا قديم منذ أيام كيري أيام حكم أوباما؟
نعم، تحية لك أستاذ عبد الله ولمشاهدي قناة يمن شباب. طبعا هذا العرض واقعي، لكن يعني أسلوب إذاعة الخبر يشي بأن هناك طرف ما يريد أن يوصل هذه المعلومة، يريد أن يوجه رسائل لأكثر من طرف. هذا الطرف هو المملكة العربية السعودية، هي التي تقف خلف خبر تسريب الخبر، أي خلف التسريب، وليس الإمارات كما لمح محمد علي الحوثي. محمد علي الحوثي كان يقصد أن إنه سرب من مكان مكتب فرع في دبي، يقصد في دبي، وقال أنه في طرف موالي للإمارات يريد أن يمارس ضغط على طرف الشرعية، وطبعا هو سماه مرتزقة كلهم. نعم. من خلال إشاعة هذا الخبر. من خلال إشاعة هذا الخبر، على أساس أنه طرف الشرعية التي تنحاز للرئيس هادي، عندما ترى السعودية وهي تذهب لعقد صفقة جانبية مع الحوثيين، هذا سيشكل ضغط، فربما يستجيبوا للتحركات التي تبذل على خط أو مسار الرياض. لكن أنا أعتقد أنه القضية الأساسية والجوهرية وراء هذا التسريب يتصل بالرياض وبرغبتها في توجيه رسائل لواشنطن تحديدا، وهي تستقبل الإدارة الجديدة، بأن السعودية تتحرك على خط السلام، وأنها تتحرك وفق المنظور الذي صاغته إدارة أوباما وعبرت عنه بشكل صريح وواضح، مبادرة جون كيري. المملكة العربية السعودية يعني هي طبعا أبقت اتصالها مع الحوثيين طيلة سنوات الحرب، ومسألة وجود منطقة فاصلة أو منطقة عازلة طلب سعودي أملته الولايات المتحدة الأمريكية، لأن السعودية هي خبيرة بالعلاقات مع اليمن وتدرك أن مسألة المنطقة العازلة لا تمنح، غير كافية، المناطق العازلة لا تمنح. والحوثيون عندما يستقروا في صنعاء ويتثبتوا ويصبحون سلطة أمر واقع ومعترف بها، فلن يقبلوا ولن يرضوا بوجود منطقة عازلة، سيمارسون الابتزاز العسكري والأمني والسياسي للمملكة العربية السعودية، لأنهم ببساطة مرتبطين بمشروع سياسي إقليمي كبير هو إيران. إيران وإيران بتعبير أحدهم أن اليمن ستكون آلاف الكيلومترات حاملة طائرات إيرانية متقدمة على الحدود السعودية. نعم، إيران لن تجد أفضل من اليمن كمنصة لحرب السعودية. لن تخوض معها حرب عبر الصواريخ، ولن يشتبكوا في الخليج العربي. إيران توفرت لها فرصة تاريخية لإيذاء السعودية عبر الحوثيين. السعودية تدرك أن مسألة المنطقة العازلة لن توفر الأمان للمملكة العربية السعودية. لن تكون كافية. الحرب الدائرة في اليمن اليوم معززة بادعاءات جهوية ممثلة في المجلس الانتقالي في الجنوب، وادعاءات طائفية متمثلة في الحوثيين وامتدادهم الطائفي الاثنى عشري الجارودي، هناك اتصال لكن من حيث المبدأ أنت بين الجارودية والمعلومة قد تكون حقيقية، لا تستبعدها للحقيقية، لأنه التواصل موجود ولم ينقطع، لكن الحوثيين لا يرغبون في الحديث عن هذا الموضوع تحديدا لأنه يضرب مصداقيته ولا يريدونه ربما. نعم، لأنه عندما ترتبط هذه القضية، عندما ترتبط بالحوثيين، فهم سيكونون مثل الشرعية تماما، يتفاوضون مع السعودية ويقدمون تنازلات. ربما هناك من يرى أيضا أن الحوثيين يريدون مقابل المنطقة العازلة ربما ثمن أكبر من مسألة تطلق النار، وإنما التسوية السياسية النهائية. التسوية النهائية، هناك أيضا تحدي مرحلي. التحدي المرحلي يتمثل في مساعي الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، حتى ستأتي أيوة. سنناقش هذه المسألة ومدى قد يتغير أيضا المسار، لكن رفع الحصار، الاعتراف بهم كسلطة أمر واقع في صنعاء، هذه مكاسب مهمة بالنسبة للحوثيين. لكن عندما تقترن بتنازلات أصلا، هذه التنازلات يعني على حساب الادعاءات الحوثية، لأن حتى الحوثيين وإيران عندما ذهبوا لاستفزاز السعودية منذ البداية وجروا السعودية إلى الحرب في اليمن، ما كانوا ليحصلوا على يعني على حق الهيمنة ولأن يجثموا على رؤوس اليمنيين في صنعاء بدون هذه الحرب. هذه الحرب هي التي تمنحهم مبرر الوجود في صنعاء لكي يمارسوا كل هذا الضغط النفسي والمالي. نعم. والاقتصادي والأمني على الشعب اليمني الذي لا زال يرفضهم حتى اللحظة. نعم، سأعود إليك أستاذ ياسين، ودعني نذهب بهذا السؤال نفسه، وهو حقيقة مثل هذا العرض أو هذه العروض التي تطرح من هنا أو هناك، والذي سرب من خلال رويترز لدكتور محمد الزلفة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. من حيث المبدأ، هل تجد هذا الأمر أو هذا الخبر حقيقي أم مجرد تسريب؟
مساء الخير لك والضيف ياسين وكل المستمعين. أنا حاولت أن أستقصي من أكثر من مصدر من مصادر إخبارية مدى صحة مثل هذا الخبر، ولكن لم أجد له جذور تؤكد صحته. ولكن الذي يعرفه ويعرفه كل متابع أن السعودية لن تتفاوض بأي شكل من الأشكال مع الحوثيين، لأن الحوثيين أولا تعتبر المملكة العربية السعودية فئة انقلابية على الشرعية، فئة قست على الشعب اليمني في الدرجة الأولى، ولا السعودية قادرة على حماية نفسها، وأنها أيضا تصنف أكثر ما تصنف أنها عصابة إرهابية عميلة لدولة أجنبية تستغلها لمصالح تلك الدولة وليس فيها أي مصلحة للشعب اليمني بأي شكل من الأشكال. ولذا لا أعتقد بصحة ما يقال. قضية المناطق العاجلة وما ذكر العاجلة، نحن نتعامل في المملكة مع دولة دولة اسمها اليمن، سواء منذ العهد الملكي أو عهود الجمهورية المتعاقبة، بموجب اتفاقيات وحدود ثابتة آمنة تضمن سلامة البلدين، ولن نكون في قضية مناطق عاجلة قد استغلها الحوثي لمصلحته ضد الشرعية. ولا أعتقد أن الشعب اليمني يرضى بأن يكون هناك مناطق عاجلة تفصلها عن جارتها، ولا أعتقد أن الشعب اليمني يرغب في أن تطول مثل هذه الأزمات مع أهم جارة لها، شريكة لها في الجغرافيا، شريكة لها في التاريخ، شريكة لها في العروبة، شريكة لها في كل شيء. ولذا مثل هذه مجرد أماني. إذا أنت تستبعد أن يكون هذا التقرير حقيقي المنشور في رويترز، لكن مسألة المنطقة العازلة، نزع السلاح الثقيل لنقل والصواريخ، مسألة قديمة وذكرت في كيري، في مبادرة كيري في مسقط. ممكن، ولكن الهدف السعودية في الدرجة الأولى ومع التحالف العربي ومع أيضا المجتمع الدولي هو أن تنهى هذه المشكلة التي خلقها الحوثي لمصلحة إيران. الذي دفع الثمن غاليا هو الشعب اليمني. الشعب اليمني يعيش في أقصى وأصعب الظروف الاقتصادية، الصحية، الأمنية، التنموية، تقريبا التنموية معطلة تماما، بل دمر ما كان قد بناه الشعب اليمني. ولذلك لا أعتقد إطلاقاً أن ستكون هناك تفاوض حول أي شيء يعطي للحوثي أمل في أن يكون له كلمة فيما دكتور اسمح لي أن أوضح لك هذه المسألة. هو التفاوض ليس على وضع الحل النهائي، إنما هناك مبادرة للمبعوث الدولي غريفيتس لوقف إطلاق النار، ويراد للمملكة العربية السعودية أن تكون طرفاً فيها أيضاً، مقابل المملكة عرضت وقف إطلاق الصواريخ وأيضا المنطقة العازلة، لأن هناك موضوع يطرح وهو وقف إطلاق النار اللي يسموها الإعلان المشترك. إطلاق النار ممكن يكون، ولكن لن يكون إطلاق النار تفاوض مباشر مع الحوثيين على أي شيء من الأشياء. عملية المناطق العازلة، الآن إيران تزود الحوثيين بصواريخ باليستية وصلت إلى الرياض، وصلت إلى مكة، هددوا مكة المكرمة. فمهما كانت أين بيحطونها؟ بيحطونها في مدغشقر، يعني مثلا تطلق صواريخ من أقصى نقطة في المحيط الهندي لكي لا تصل إلى الأراضي السعودية. هذا كلام لا يصدقه عقل. القضية التي الإجماع عليها هو أن تنهى الحرب ويعود الحوثي إلى مواقعة ويسلم أسلحته لحكومة شرعية يمنية ويصبح جزء من المكونات الشعب اليمني كعصب سياسي. أما أن يستمر كغاصب لليمنيين، كغاصب للشرعية اليمنية، وفارض سيطرته على اليمنيين في حروب لا طاقة لليمنيين باستمرارها مهما طال الزمن. ومثل ما قلت لك، الشعب اليمني هو الخاسر الأول.
أما السعودية فليس لا تعتبر بقاء الحوثي كقاعدة متقدمة لإيران مسألة خطرة على الشعب اليمني ابتداء أيضا وعلى شعوب المنطقة. دكتور محمد، الفكرة وصلت في هذه الجزئية، ويبقى معي أيضا سأعود إليك أستاذ ياسين. هناك من يرى أن الحوثي سيناور حتى تتضح الصورة في البيت الأبيض، ربما هو أبدى استعداد لقبول في هذه المفاوضات مع جريفيث، لينتقل جريفيث للضغط على وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لوقف تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، كما يقال أن ترامب يريد أن يفعل ذلك قبل مغادرته البيت الأبيض. نعم، هذا سيناريو واقعي ومقبول. مسألة أن يصنف الحوثي كمنظمة إرهابية هذه خطيرة جدا، يعني لها كلف ولها تبعات بالنسبة للحوثيين. المرونة التي يتمتعون بها الآن لن يحصلوا عليها في المستقبل. الحوثيين مثلا مصنفين كتنظيم إرهابي من جانب المملكة العربية السعودية، لكن لا أثر مادي ولا سياسي ولا أمني لهذا التصنيف. في الواقع هناك تواصل مستمر بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في عمان، في عمان، لكن يقال أنها نقاط خلفية لتنسيق أمني نوع ما، يعني حتى أنت تقاتل أو تحارب عدوا ما يجب أن تبقي خطوط الاتصال بينك وبينه قائمة كما يقال. نعم، لكن في الحقيقة خاصة عبر ضباط عسكريين وليس عبر مستوى سياسي. هناك رهان، يعني هنا المشكلة أنه هذا النوع من التواصل دائما يأتي على حساب دور ونفوذ السلطة الشرعية، وهناك رهان على إمكانية التواصل إلى صفقة ثنائية سعودية حوثية. هذا ما يعمل من أجله جريفيث والحوثي والسفير البريطاني. بريطانيا على وجه التحديد تعمل على ذلك، تعمل دور أساسي. هناك تصريحات للسفير البريطاني يتحدث عن تجربة سابقة للتعامل السعودي مع أسلاف الحوثيين، وهذه استعارة في الحقيقة مستفزة بالنسبة للشعب اليمني. تأتي من السفير البريطاني، أنها تأتي من السفير البريطاني. وبطبيعة الحال الاستهدافات المتلاحقة للسلطة الشرعية يشير إلى أن دائما السلطة الشرعية خارجة من حسابات الرياض، من حسابات الإمارات، من حسابات الوسطاء الدوليين الآخرين. لكن يقال، دعني أذكر جزئية، يقال أن الحوثي توصل إلى هدنة وقف إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية مقابل أن تترك له مأرب. يقال، وهناك معلومات أيضا مؤكدة، أن السعودية رفضت ذلك، الأمر الذي عاد بالحوثي أن يجدد ويقصف باتجاه السعودية باتجاه الأراضي السعودية الآن خلال المرحلة الأخيرة. طبعا هذا الطرح بحد ذاته مستفز. السؤال هو لماذا يصل الحوثي إلى مأرب ولماذا يطلب؟ هو يريد ذلك، يريد أن يجزأ المسائل. نعم، ما كان الحوثي أن يعبر عن هذه الإرادة أصلا لولا أن الطرق فتحت أمامه لكي يمارس ضغطا على السلطة الشرعية في مأرب لكي لا يكون لها تأثير ولا أي مفاعيل على الترتيبات الجارية الآن في الساحل الجنوبية. هناك ترتيبات تمضي على قدم وساق من أجل فصل الجنوب عن الشمال. هذه الترتيبات ينبغي أن تتحرر من الضغوط التي يمكن أن تمارسها السلطة الشرعية عبر أذرع العسكرية والأمنية. الأذرع العسكرية والأمنية أريد لها أن تنشل وأن تضعف وأن تصبح مربكة من خلال الضغط العسكري والأمني الذي يمارسه الحوثيون في محافظة مأرب. لهذا الحوثيون اليوم طوروا مطالبهم لكي يحصلوا على مأرب، والحوار هذا يتم مع المملكة العربية السعودية. والسؤال أنه فيما لو سلمت مأرب إلى الحوثي، ماذا بقي للسعودية؟ سيعودون مرة أخرى أيضا، ماذا بقي للشرعية؟ ماذا بقي للسعودية أصلا؟ وأنا أعتقد أن هذه وصفة كارثية ووصفة هزيمة في الحقيقة. الحرب إذا لم تنتهي في اليمن لإعادة السلطة الشرعية ونزع السلاح وإنهاء الانقلاب وتمكين اليمنيين من استعادة دولتهم، أعتقد أن الطرف الذي تدخل عسكرية في اليمن إما عليه أن يقبل بأنه هزم على يد ميليشيا مرتبطة بإيران، أو أنه كان منذ البداية يتآمر على اليمن ويريد تفكيكه وهزيمته والقضاء على ربيع اليمن، وهو ربيع في الحقيقة مسالم، لم يكن موجهاً ضد السعودية ولا ضد الإمارات. نعم، اليمنيون فقط أرادوا فرصة لكي يتحرروا من واقعهم المزري، الفقر، التخلف، الدكتاتورية. نعم، عدم المشاركة. كان اليمنيون يريدون أن يتجاوزوا هذه العقد لكي ينطلقوا. نعم، إذا تجد أن الحديث عن صفقة في هذه المرحلة ونحن في مرحلة انتقال لنقل في أمريكا سابق لأوانه الآن، سينتظر الجميع حتى مجيء الإدارة الجديدة؟
أنا أعتقد أنه السعودية والحوثيون جميعهم أرادوا توجيه رسائل للإدارة الأمريكية جديدة. السعودية حريصة على أن تظهر للإدارة الأمريكية التي ستتولى الحكم في البيت الأبيض في يناير المقبل بأنها تحرك ملفات السلام في اليمن، وبأنها بأن خيار الحرب والاستمرار في الحرب في اليمن ليس مفتوحا وليس بدون سقف في حقيقة الأمر. هذا نوع من الرسائل اليوم، طرح هذه الحلول العملية الحديث عن وقف اطلاق النار ايضا، وضع شرط المنطقه العازله، انا اعتقد اريد له ان 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 يحشر الحوثيين في الزاويه وان يدفعهم الى المساومه الصعبه، وهي لتجنب تصنيفهم كتنظيم ارهابي عليهم ان يقبلوا بالعرض السعودي. هم لن يقبلوا بالعرض السعودي، ولا السعوديه اصلا تراهن على المنطقه العازله. هي تدرك ان المنطقه العازله لا تجلب السلام، وان لا يمكن ان تطلب السلام من ميليشيا بمجرد ان تقدم الدوله السعوديه بامكانياتها العسكريه والاقتصاديه والماليه، يعني الامر مجرد السلام من ميليشيا. ربما انت مع وجهه النظر القائله ان الامر مجرد نقاش او كلام يطرح على طاوله يضغط لاجلها الامم المتحده وغريفيث، مناورات سياسيه لا اكثر. نعم، ساعود اليك استاذ ياسين، واذهب ايضا بهذا السؤال الى استاذ او الدكتور محمد ال زلفى. فيما يتعلق بنيه اداره ترامب تصنيف الحوثيين كجماعه ارهابيه، هل تجدون هذا الامر ملائم وقد يساهم ايضا في اضعاف الحوثيين، ام ربما تجدون ايضا ان مجيء بايدن قد يعزز ايضا من فرص الحوثيين ومعهم ايضا جميع الفصائل الإيرانية أو المرتبطة بإيران؟ أنا أعتقد رهان إيران وفصائلها وأدرعها في المنطقة منذ فترة رهانهم على أنه ترامب سيذهب وسيأتي بايدن، وراهنوا ويعتقدون أن الأمر سيكون سهلا وأنهم سيحققون كل ما يريدون في إدارة بايدن القادمة، لكونها ربما تكون استمرارا لما كانت عليه في عهد اوباما. انا اعتقد انهم يراهنون على 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 الشراب. السياسه الامريكيه قد لا يهمها اطلاقا هل في حوثيين، في ايرانيين، في لبنانيين يقتلون، في العراقيين ميليشيات تحكم بغداد وتطلق صواريخ كارتيوشا على، يعني هذه الامور اعتقد يعني واضحه لدى راسم السياسه الامريكيه. ولذلك الرهان على عمليه انه والله ستتغير الاوضاع وستتقوى ايران، بالعكس ايران الان في مراحل ضعف متناهي. ترامب واعلانه عن استمراريه الضغط على ايران بما تبقى له من حوالي 59 يوم من الحكم سيجعل الإدارة القادمة في مأزق، لا تستطيع أن تقول للشعب الأمريكي أن النووي الإيراني لا يهدد أمن المنطقة ولا يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستطيعون. هل يستطيع بايدن ولا غيره أن يقول الفوضى اللي في لبنان أنها مقبولة؟ هل سيقول والله أن اللي يعملوه الحوثيين في اليمن أمر تتوقع مقبول؟ دكتور أن يتم إحياء مبادرة كيري مع مجيء بايدن؟ لا 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 اعتقد يبادرون بايدن وجماعته، وعندهم مثلا يعني الجلاحيط الديمقراطيين الذي يراهنون يخرجون من مآزق داخليه حيواجهونها في الولايات المتحده الامريكيه، يعني يقولوا والله حقوق الانسان والحرب المشروعه في اليمن والكلام اللي دائما يكررونه الديمقراطيين، ولكنه في الاخير سينتهي وسيبقى الامريكي ينظر الى مصالحه. فقضية الرهان هؤلاء إيران وأدروعها في المنطقة على مجيء بايدن رهان خاسر، وكل المشاريع التي يحلمون بتحقيقها أعتقد أنها لن تكون مجدية أبدا. السعودية تدافع عن الشرعية بكل ما تملك من أجل مصلحة اليمن. اليمن نعم يعني حكاية الضغوط وما الضغوط وعلى مأرب ومأرب، هل يعنون مثلا الحوثي يقول ناخذ مأرب مقابل الجنوب لا ينفصل فيه لا يكون فيه دوله؟ انا اعتقد ان دوله الجنوب قادمه لا محاله، وان الحوثي وشلته اللي معه في الوسط سيجدوا انفسهم محصورين في داخل هضبه جدفاء، لا هم في حاله مصالحه مع جيرانهم بالشمال ولا مع الخليج ولا مع العالم كله، مثل ما كان في عهد الامام يحيى وعهد الانغلاق اليمني. هل سيعيشون على هذا؟ لا، اليمنيين الجنوبيين. إذا دكتور ولكي نختم معك، تستبعد تماما أن يكون هناك صفقة أو تفاوض مع الحوثيين في هذه المرحلة
بالذات؟ بكل تأكيد أنا أستبعد تماما. كيف تتفاوض مع الحوثيين وهم الآن في أضعف درجاتهم؟ إيران داعمة لهم والمراهنة عليهم أيضا في أضعف درجاتها. نعم لديهم سلاح فوضوي في أيدي فوضويين، أول الضحايا هو الشعب اليمني. قل لي كيف تعيش صنعاء الآن؟ تعيش في أسوأ ظروفها منذ أن الله أوجدها بعهد سامي بن نوح. هنا الإشكال. طيب الشعب اليمني هل سيبقى إلى الأبد وهو راضخ لهذه الشلة؟ نعم. يضطهدهم ويظلمهم ويحتقرهم ويدوس على رغابهم في من أجل مصلحة إيران؟ لا أعتقد أن الشعب اليمني سيرضى وسيستمر في هذا القبول بهذا بهذا الشكل. دكتور محمد آل زلفى الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. إذن أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود أيضا لمواصلة الحديث عن الحوارات وعن أيضا الضغوط الأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار وما يسمى الإعلان المشترك، أيضا الكثير من الحديث عن هذا الموضوع. سأعود إليك أستاذ ياسين وما تريد قوله أيضا في المحور الثاني أيضا والذي هو استمرار لهذه الحلقة ولهذا الموضوع، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونرحب بالدكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسي أيضا لاستقراء أيضا رأيها وتحليلها أيضا لهذا الموضوع. دكتورة سيلين مساء الخير. مساء النور عليك وعلى ضيوفك وعلى متابعي القناة وعلى طاقم البرنامج، مرحبا. نعم دكتورة، هناك تقرير في رويترز يقول فيه أن السعودية عرضت على الحوثيين للقبول بوقف إطلاق النار أن يكون هناك منطقة عازلة، تجدي أن الوقت مناسب أو ملائم الآن لعقد مثل هذه الصفقة بين السعودية والحوثيين؟ أولاً إنشاء منطقة عازلة لها شروطها وضوابطها، يعني لا يمكن أن نحكي عن منطقة عازلة كتقنية أو كتكتيك، الموضوع يحتاج إلى استراتيجية. هذا من جهة، في حالة إذا ما تم الموضوع، نحن نعرف أن كانت هناك مباحثات سرية ومنذ مدة طويلة، منذ أكثر من سنة، بين المملكة العربية السعودية وبين ممثلي الحوثيين، والتي يعني أثارت ضجة كبيرة منذ أكثر من سنة، يعني تباحث حول هذا الموضوع. هناك نقطة مهمة، هو أن اليوم طلع بعض مسؤولي الحوثيين ينكرون هذا الموضوع جملة وتفصيلا. ليكن الخلاصة أنه إذا تم فعلا القيام بذلك، قد تكون يعني خطوة إيجابية وحصيفة، يعني في الخروج أو محاولة الخروج من هذا النفق المظلم أو من هذا المستنقع الذي يعيشه اليمن. نحن نعرف أن ويجب النظر إلى الموضوع بنظرة زومية، يعني تارة نكبر الزوم وتارة نصغر، نعرف ما هي حيثيات هذا الموضوع، لماذا هذا التوقيت بالضبط، يعني خاصة نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر متدخل في المنطقة يعني بالوكالة أو بغير ذلك، قد أعلن جو بايدن بعد يعني سواء في حملة الانتخابية أو بعد فوزه بالانتخابات أنه سيقطع الدعم أو سيقلل من الدعم للمملكة العربية السعودية بالأسلحة التي. دكتورة، التوقيت يرتبط بسعي المبعوث الدولي لتحقيق الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار بين الحكومة وبين الحوثيين، وهو يريد إشراك السعودية. السعودية ربما اشترطت على جريفيث أن يقبل الحوثيين بمنطقة عازلة، أيضا أن مقابل أيضا وقف إطلاق النار بشكل شامل ووقف أيضا إطلاق الصواريخ على أراضي السعودية. سيدي، السعودية لا تملك أي دخل على الحوثي ولا على أي منطقة. لنقل أن مارتن جريفيث له دور أيضا في محاولة حلحلة الوضع، ونحن لاحظنا أنه كان من بين المعترضين عندما هدد ترامب بأنه سيصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، لأن ذلك سيقود كل مباحثات السلام التي هو يشتغل عليها منذ أشهر أو منذ سنوات. لذا فالموضوع ليس هناك ضغط على الحوثيين، هناك محاولة لحلحلة الموضوع. الحوثيون ينكرون هناك محاولة إعادة ترتيب أوراق في المنطقة، الحوثيون ينكرون، لكنهم في نفس الوقت هل حتى إذا وافقوا على هذا الاتفاق هل سيحترمونه؟ يعني نحن في مرحلة اليمن لم تعد تستحمل مزيدا من الضغط، مزيدا من الحروب، مزيدا من الوضع.
الوضع. المشكلة أن من يدفع الثمن لا الحوثي ولا السعودية في نهاية المطاف، هي حرب بالوكالة في اليمن، ومن يدفع الثمن في اليمن هو الشعب الضعيف، الشعب المسكين. يعني لم نعد نجد بيتا في اليمن يخلو من أرامل، من سكالة، من 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 أطفال مشردين، من أيتام. يعني في نهاية المطاف إذا فعلا تم هذا الاتفاق يجب أن يتم بنية سليمة، أن تكون له شروطه، أن تكون هنا يكون هناك خبراء. أنا سمعت أن من المقترح أن يتم الموضوع في دولة غربية أو دولة أوروبية لأنها دولة محايدة على الأقل، لأن الغرب لم يتدخلوا بطريقة مباشرة، يعني حتى لو كانوا بطريقة دعموا باللوجستية أو دعموا بالأسلوب مخابراتي كما هو وضع فرنسا يعني في هذه الحرب على اليمن، لكن تظل الأرض أرض محايدة. إذا فعلا تم ذلك فسيكون يعني خطوة كبيرة إلى الأمام، على شرط يعني الهدف ليس القيام باتفاق بقدر ما هو احترام هذا الاتفاق. ما هي تبعاته؟ كيف ستتم ممارسة هذا الضمانات أيضا؟ عفوا؟ والضمانات أيضا الـ 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 أيوة صحيح. ما هي الضمانة؟ المشكلة أنه ما فيش يعني لا دولة أيضا ترغب أن تتواجد في اليمن إضافة إلى التحالف العربي، خاصة أن التحالف قد فشل لإجبار الحوثيين، فما الذي سيأتي لإجبارهم لاحترام أيضا اتفاقاته؟ ايوه هذه نقطة كبيرة. هناك ايضا شرط يعني الكل يغفله، هو ان الموضوع هو مقوض بإجراء انتخابات او اختيار حكومة انتقالية، لان مشكلة عبد الرب منصور هذه كرئيس يعني لليمن، نحن نستغرب من الشرعية، يعني أي شرعية الآن لرئيس يعني له مدة وهو شبه مغيب ولا يستطيع النزول حتى في بلده. بعد القيام بهذه المنطقة العازلة، ما هو مصير اليمن؟ يعني منطقة المناطق الجنوبية التي هي نعرف يعني أن أغلبها تحت يعني سيطرة حلفاء الإمارات. نعم الإمارات، ويعني الشرعية الآن إذا صح التعبير أو الحكومة هذه الآن لا تملك إلا مأرب وبين قوسين أو بين مزدوجتين، يعني ما هو مصير هذه المنطقة بالتحديد؟ طيب ليكن هناك أيضا حدود، الكل يعرف الحدود السعودية اليمنية، يعني أنا عندما أتكلم عن الجغرافيا الطبيعية أتكلم عن الدمام، جيزان، عسير، نجران، ومن جهة اليمن أتكلم عن حجة، عن صعدة، عن حضرموت، يعني كل هذه المناطق الحدودية. ما هو ده سيكون مصير عدن؟ ماذا سيكون منطقة مثل تعز؟ ماذا ستكون مصائر هذه المدن؟ يعني أنا مثل ما قلت يجب إذا اخترنا منطقة عازلة أن يكون الاختيار بطريقة حصيفة، وأن يكون كاستراتيجية وليس كتكتيك أو كقانون طوارئ للخروج بماء الوجه، لأن بايدن قد هدد بعدم بيع أسلحة إضافية للسعودية، وأن السعودية تريد أن تخرج يعني على الأقل منتصرة بماء الوجه. في كل الأحوال أنا لا أثق لا من جهة التحالف والأكثر لا من جهة الحوثي أنه سيكون هناك اتفاق، والذي أخذ منها أكثر هو احترام هذا الاتفاق. الوضع لا يحتاج لا منطقة عازلة، وعلى اليمن أن تكون كلها منطقة محمية وعازلة وخالية نزع من السلاح. نعم دكتورة، يجب الوصول إلى حل جذري وشامل وحل المشكلة من الجذور وليس من الأغصان أو من الأطراف. الأوراق. نعم دكتورة سيلي إنجليزي الأكاديمية والمحللة السياسية، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. الجميع يستبعد حدوث هذا الأمر وأيضا يقلل من أهميته بأن المشكلة هي جذرية لليمن ككل، ومعالجة الأطراف لا تفي بالغرض. إذن هو مجرد تكتيك كما أسلفت، ولن يتغير الأمر كثيرا، ربما سيستمر الأوضاع على ما هي عليه حتى مجيء ربما إدارة أمريكية جديدة، ومن ثم قد نذهب إلى اتجاهات أخرى للمسارات الحالية للحرب. طبعا المشكله في 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 الازمه اليمنيه هي انها ليست خارجه عن سيطره الاطراف المتورطه في 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 الحرب او في هذه الازمه. هناك اطراف عمقت هذه الازمه وخلقت الكثير من المشاكل التي تجعل من حل هذه الازمه امرا مستحيلا. مثلا ما كنا نسمع عن المجلس الانتقالي ولا القوات التي تدعم المجلس الانتقالي ولا حرب في أبيان. ايوه الحوثيين ما كانوا ليصلوا الى صنعاء. اذا الاطراف التي اليوم الأطراف التي اليوم تخوض في حرب في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات هي التي أصلاً أدت يعني مكنت الحوثيين من الإمساك بالسلاح والاستمرار في الحرب طيلة هذه الفترة. الحوثيين لهم ادعاء تاريخي، الانفصاليين لهم ادعاء جهوي، السعودية لها أطماع تاريخية، الإمارات لها أطماع جيوسياسية. هذه الأمور لا يمكن أن تحل إلا بخلط الأوراق،
إلا بإبراز القوة الكافية للشعب اليمني الذي يستطيع أن يقاوم كل هذه المشاريع التدميرية التي تستهدف وحدة اليمن وأمنه واستقراره. لا يمكن للحوثيين أن ينزاحوا من المشهد إلا بهزيمة عسكرية، ولا يمكن للانتقالي أن ينزاح من المشهد إلا بهزيمة عسكرية. اليوم كل طرف بالمشروع السياسي الإمامي الذي يمثله الحوثيون له دعم إقليمي، المشروع الانفصالي له دعم إقليمي، السلطة الشرعية بلا غطاء إقليمي، الشعب اليمني الذي يريد أن يستعيد دولته بلا غطاء إقليمي، بل هناك إجماع دولي على ضرورة هزيمته. نعم. إذن لابد من خلط الأوراق، لابد من تعدد اللاعبين. هل من السهل هم صحيح أنت أشرت أن هذه الأطراف عقدت الأزمة اليمنية، لكن هل من السهل أيضا أن تخرج منها؟ ربما هم أيضا تورطوا أكثر. هم تورطوا لكن بإمكانهم أن يخرجوا. المتحدث الذي يعني كان يسلموا اليمن لإيران مثلا، المتحدث الذي كان قال كلاما عبثيا، قال أن الانفصال هو الانفصال ولكن الحوثيين لا يمكن أن يقاوموا الشعب اليمني. أنت الذي تمكن الحوثيين من السيطرة على الشعب اليمني، أنت الذي مكنت الحوثيين من السيطرة على الشعب اليمني، النظام السعودي، واليوم أنت تراهن على الشعب اليمني أن يقاوم. أنت بطائراتك وأسلحتك وساعدت في تمكين الحوثيين حتى يصبحوا متفوقين عسكريا على الساحة اليمنية، ثم تحيل الأمر للشعب اليمني وواصلت دعم المشروع الانفصالي. السعودية ساهمت في إضعاف الشرعية، مكنت الحوثي أكثر، خلقت مشكلة. لا، بل أن آل زلفة يقول آل زلفة بأنه الانفصال قد غادرنا. آل زلفة قد غادر، ولا نحب أن نناقشه فيما قال. لا أنتقد، لكن دعنا إذا نتكلم الآن حول هذا الموضوع. تجد أنه من المستبعد الآن الوصول إلى هذه المسألة، وهو وقف إطلاق النار مقابل منطقة عازلة، الجميع يتكتك سواء الحوثي أو السعودي. المنطقة العازلة ليس من أولوياتنا. أتكلم عن السعودية. هل الحرب ينبغي أن تنتهي إلى استعادة الدولة اليمنية؟ اليمن إذا لم تنتهي الحرب على أساس الثوابت المشتركة، الثوابت الراسخة وهي استعادة الدولة والاستقرار والشراكة الوطنية، هذه الضمانات التي يمكن أن تفضي إلى السلام. أنا لا يهمني أمن المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بمجرد أن تسحب يدها من اليمن يمكن أن تحصل على أمنها. المملكة العربية السعودية بمجرد أن تحصل على بلد مستقر يمكن أن تضمن أمنها. لكن هل يعقل أن تهدم الدولة اليمنية من أجل أن تحصل الدولة السعودية على أمنها عبر هذه الصفقات الفاشلة الحمقاء؟ لا يمكن. القضية لا تتمحور حول المنطقة الحزينة، حول الفكرة الجوهرية نفسها. لماذا اندلعت الحرب في اليمن؟ اندلعت الحرب في اليمن لأن الأطراف الإقليمية ممثلة في السعودية والإمارات أرادت هزيمة الربيع اليمني، استخدمت أدوات قذرة. هذه الأدوات القذرة هي الحوثيين والمجلس الانتقالي وأدواته العسكرية، وهذه الأدوات القذرة هي اليوم تساهم في هدم الدولة اليمنية. لكل أداة قذرة ادعاءاتها التاريخية والجهوية ودعمها الإقليمي. المطلوب اليوم هو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وهو أن اليمنيين قرروا التغيير ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة على أرضهم ضمن دولة موحدة قوية متماسكة ديمقراطية تداولية. نعم. على كل سوءه هذا الأمر، تجد أنه سيحدث أم لا؟ لن يحدث. لماذا؟ لن يحدث. السعودية لن تحصل على الأمن من خلال الحزام المنطقة العازلة، والحوثيين لن يقدموا للسعودية منطقة عازلة لأنها ستقوض مصداقيتهم وستنهي نفوذهم الموجود اليوم. نعم. وربما يريدون ثمنا أكبر. نعم، الحوثيون يريدون دولة يحكمونها ويسيطرون عليها ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي. يمكن أن تكون هناك تنازلات تكتيكية، لكن في نهاية المطاف السعودية لن تحصل على الأمان من خلال المنطقة العازلة. كما قلت لك، الحوثيين في نهاية المطاف هم أداة إقليمية بنيت. نعم، وإيران ربما أيضا لها رأي آخر في الموضوع، وربما بنيت بواسطة إيران. إيران ممكن أن تقدم تنازلات أيضا إذا استطاعت أن تحصل على جزء من اليمن تتحكم به أو من الكعكة يمكن أو لكن هل غاية السعودية بعد كل هذه الحروب أن تحصل على منطقة عازلة؟ منطقة عازلة وتخرج؟ يا لها من دولة عمياء غاشمة لا تحسن التصرف. نعم، أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي المعروف، شكرا لوجودك معنا هذا المساء، كما أشكر أيضا أعزائي المشاهدين دكتور محمد آل زلفة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، وأيضا دكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسية التي كانت معنا أيضا عبر الهاتف من باريس. شكرا لكم وفي أمان الله.